لقاءكم وزيارة الأخ السوداني إلى كتلة السيادة راح يصير لها شهرين، يعني شهرين ما كان بالإمكان يدزون القانون للبرلمان وحتى تفرحون الناس شهر رمضان أو على وجه العيد. ليش يعني شنو قانون العفو العام من واقف بوجهه؟ يعني حقيقة البعض يقولون أنه بعض الشخصيات السنية السياسية السنية ما تريد يصير لأنه يستخدموه بالانتخابات. حتى أقول كان صادق، يعني هاي جاي نسمع من الناس. مو صحيح. أنا أخذ من أخوك الصدق يعني أبو عزت. والله أنا سمعت الشيخ الصدق. سمعت الشيخ جمال الضاري حكى بهذا الموضوع أعتقد قبل يومين ثلاثة، يمكن ويا سحر عباس جميل هالشكل قال لك، وبعض السياسيين يريدون يصير الشيخ جمال الضاري حي يرزق. ما أدري أيه. أنا شيخ رجل محترم، أنا أحترمه وأحترم عائلته وأحترم تاريخهم. أنا راح أقول لك بصراحة، يعني أنا منين أنا قابل، أنا من خارج الحدود، أنا هم من هذا العملية السياسية والمكان السني، خلينا إذا أجازنا التعبير. يجوز بصدق، يجوز إذا بالحق وبضمن الوحدة الوطنية، يجوز لك التعبير. ليش؟ لأن كنا مكونات هذا الشعب. أي نعم، رحم الله والديك. أحسنت. بصدق وبأمانة وبليلة القدر اللي هي هاي الليلة، عادل ألف شهر خير من ألف شهر زين، فلا شفت واحد قدامي ما يريد قانون العفو العام، حتى ما أزاود وأقول بس أنا داعش بيه والآخري، ابتداء من شيخ خميس وابتداء من رئيس البرلمان وكل أعضاء البرلمان وحتى الناس اللي مو بكتلنا، يعني المو بالسيادة، هاي من باب المرجلة. أنا داعش لي الحق رجال لازم أنطيها. زين أوكي، هذا دا نحكي كسنة. الآخرين الأخوان كثير كنسبة عالية جدا من الكرد ويانا والأخوة الشيعة ويانا بهذا المسألة، أكو تخوفات بسيطة يعتقدون أنه هذا القانون اسمه عفو عام، يعني معناها دم بيض السجون وراح يطلعون الإرهابية ويطلعون القتلة والآخرين. وأعتقد في مرة من المرات أنا ويا جنابك إذا ما تخوني الذاكرة، قلت لك إذا طلعوا القتلة الحقيقيين اللي ما اعترفوا بالإكراه ولا بالمخبر السري ولا بالتعذيب ولا شدوهم عقعق وفلقوا وما شنهوا مثل ما قال إبراهيم الدنيمي وغيره، وحكى بالأسماء على القاضي فلان وحكى القاضي الفلان والضابط الفلاني والضابط الفلاني، يعني حكاها بجرأة حقيقة. صح. زين، هذولا أول ما يذبحون نحن، أنا دا أتكلم أنا وزملائي وربعي وناسي، وخلي يفهم العالم كله أنه العفو مو للسنة، العفو يشمل الشيعي ويشمل الكردي وكل من يشملهم داخل السجون وفق فقرات العفو. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، إحنا دا نتكلم، وأنت تكلمت في مقدمتك الكريمة في بداية حديثك، دا نتكلم عن عدنا نتكلم عن مخبر سري سيء الصيت. ليش القضاء حكم وصدر قرارات على عشرات بالمئات المخبرين السريين لأنه ضللوا العدالة وكاذبين؟ ليش؟ زين، كم واحد راح بجريرة هذول الأبرياء اللي راحوا الآن انتزعت اعترافاتهم بالإكراه أو بالقوة أو بالمساومة أو بلا آخره ووصلوا إلى نتيجة؟ يجوناني هسا قدامك، إذا أخذوني هسه وانشديت مثل إبراهيم الدنيمي أقول ذابح الأمة العربية والإسلامية.